بسم الله الرحمن الرحيم. لقاءنا اليوم استكمال للقاءات السابقة أو المحاضرات السابقة الأهمية لطلبة هندسة المباني، بكالوريوس هندسة المباني لمساق أساسيات تقنية التبريد والتكييف. موضوعنا اليوم استكمالا للمواضيع السابقة عن وسائط التبريد، خصائصها، أنواعها، وهنشوف بعض من هذه التفاصيل خصوصا الخصائص الحرارية لهذه الوسائط. وسيط التبريد هو عبارة عن مادة تعمل على نقل الحرارة من داخل الغرفة أو الحيز إلى الخارج. فمثلا في جهاز التبريد الأساسي يتبخر وسيط التبريد السائل في المبخر مكتسبا كمية من الحرارة يفقدها عند مرور على المكتف. كذلك وسيط التبريد هو عبارة عن مادة يمكن تحويلها بسهولة من سائل إلى بخار وبالعكس. طبعا عند التحويل من السائل إلى البخار تحدث عمليات التبادل الحراري أو التبادل بين حيز وحيز آخر نتيجة إلى وجود فرق في درجات الحرارة. تمام، هذا الفرق درجة الحرارة يحدث فيه عمليات تبريد لحيز وعمليات تسخين إلى حيز آخر نتيجة لحصول هذا التبادل الحراري. لكن الخصائص الفيزيائية لهذا الوسيط التبريد تعمل على إيه؟ على تحويله من صورة إلى صورة أخرى أو من حالة إلى حالة أخرى، من سائل إلى بخار. نتيجة لذلك يحدث عمليات اللي هي التبادل الحراري أو التبادل في عمليات انتقال البرودة من السائل إلى الحيز والحرارة الساخنة من الحيز إلى الساخن. عشان هيك هو عبارة عن مادة تعمل على نقل الحرارة من داخل الغرفة أو الفريزر أو الحيز المراد تبريده إلى الحيز الخارج أو إلى وسط خارجي. تمام، هذه كإيش؟ كتعريفات. ويجب أن تتوفر في خصائص الوسائط التبريد أو الغازات بأنواعها المختلفة بعض من الخصائص المهمة حتى يتم استخدامها في نظم التبريد ونظم التكييف. من هذه الخصائص يجب أن تكون غير سامة، يجب أن تكون غير سامة، أي يعني لا تسبب في حالة تسريبها، لا تسبب ضرر، لا تسبب حالات وفاة في حالة لو تم تسريبها من النظام المغلق في نظم التبريد. احنا عارفين أنه هذا السائل أو هذه الوسائط التبريد موجودة ضمن نظام مغلق، مغلق كنظام غير متصل مباشر مع الوسط الخارجي حتى لا يتم تسريب هذه الوسائط إلى الوسط الخارجي. ولكن هذه الوسائط عبارة عن أنظمة ميكانيكية قد تحدث فيها أخطاء أو عطل مما يتسبب في تسريب هذه الوسائط إلى الخارج. عندها تتسرب الخارج يجب ألا تكون مادة سامة مما تتسبب في أضرار وتسبب حالات وفاة أو تسمم إلى الأشخاص المحيطين بهذا النظام. يجب أن تكون غير قابلة للانفجار، وهذا الأمر مهم جدا بحيث أنه لو صار عمليات تسريب لوسيط التبريد ما يكونش في خلل، ما يكونش إيه في هو ما يكونش في يسبب انفجارات أو قابل هذه الغازات للانفجارات نتيجة تفاعلها مع الهواء الخارجي مما تتسبب في أضرار مادية وأضرار في الأرواح والممتلكات. يجب أن تكون غير قابلة للتسبب في التآكل. احنا حكينا أن هذا الوسيط موجود ضمن نظام مغلق، ضمن مواسير أو سيستم مغلق محكم الغلق. هذا السيستم يجب أن نحافظ عليه حتى لا يتآكل من وسائط التبريد بعد فترة من لاجي تسبب في التسريب نتيجة تآكله. بالتالي احنا بلزمنا وسائط تبريد لا تسبب ضرر للنظام الميكانيكي من هذه الأضرار قد تكون التآكل. يجب أن تكون غير قابلة للالتهاب، أي يعني غير قابلة للاشتعال. عندما تتعرض لضغوط داخل النظام نتيجة للطرد أو السحب لا نريد أن تكون حساسة للحرارة مما قد يتسبب في اشتعال هذه المادة. يجب أن نحافظ على النظام ونحافظ على
الأرواح حول المكان بحيث ألا تسبب في انفجارات أو تأكلات أو مادة سامة أو تكون مادة قابلة للاشتعال. يجب أن تكون سهلة الاكتشاف عند تسربها، يعني أن لو صار تسريب لهذا الغاز أو لهذا الوسيط التبريد، أن نستطيع أن نكشف عن تسربها أو باستخدام أجهزة إلكترونية أو ميكانيكية لمعرفة أنه حصل تسريب أو لا، أو اكتشافها إذا في تسريب في النظام. يجب أن تكون سهلة التحديد عند تسربها، زي ما حكينا اكتشافها أو تسربها. يجب أن يعمل الوسيط على ضغط منخفض، درجة الغليان منخفضة. يجب أن يتحمل الضغوط المنخفضة حتى لا يتسبب في اشتعال أو انفجار للنظام. يجب أن يتحمل هذه الضغوط المنخفضة، أيضا الضغوط العالية في هذا النظام، لأنه النظام مغلق. تخيل أنت الوسيط التبريد يتحرك داخل نظام مواسير مغلقة الحكي أو محكمة الإغلاق، وبالتالي يجب أن تتحمل عملية الضغط المنخفض والضغط المرتفع نتيجة لحركة هذه السوائل أو هذه الغازات وتحولها من حالة إلى حالة أخرى داخل هذا النظام. يجب أن تكون مستقرة في حالة الغازات، وإحنا حكينا توا أن عملية انتقال الحرارة يحدث فيها في الوسائط التبريد تبديل أو تغيير في الحالة، أي يكون سائل ويتحول إلى غاز، من ثم في المكتف بيرجع لحالته الأولى سائل، وهكذا يدخل في المبخر ويتحول إلى بخار تدريجيا، وتستمر هذه العملية. نتيجة لذلك يجب أن يكون مستقر حتى لا يتسبب في أضرار للنظام أو للسيستم. يجب أن يكون غير ضار بجسم الإنسان عند التلامس، حيث لو تم تسريب هذا الغاز أو وسيط التبريد ولمسه الإنسان أو الأشخاص القريبين، يجب ألا تسبب أضرار للجلد أو التهابات جلدية نتيجة للمس. يجب أن يكون مستقر كيميائيا، لزج، رخيص السعر. طبعا هذه الأمور مهمة جدا، استقراره كيميائيا. إيش يعني؟ أي لا يتغير كيميائيا في حالة أنه أصبح سائل، وفي حالة أنه أصبح غاز يكون مستقر كيميائيا، يعني خصائصه الكيميائية والتركيب الكيميائي لا يتغير عندما يتغير حالته. يعني لما كان غاز يكون هو نفسه ذو خصائص أو تركيب كيميائي نفس الغاز في حالة لو كان سائل. تمام. رخيص السعر، طبعا هذا الأمر مهم جدا، لأنه إذا صار تسريب وممكن إعادة شحن وتفريغ لهذا الغاز ما يكون ذو أسعار غالية، وإحنا عندنا أنه مكلف الغاز نتيجة لقلة توفر بعض من الغازات الصديقة للبيئة، وممكن أن إحنا نستعوض عنه غازات أخرى بسبب اللي هو رخص السعر أو غلاوه. يجب أن يكون نسبة الحجم الوسيط السائل إلى كتلته عالية، ليعمل ذلك على زيادة اللي هو إيه؟ كفاءة أجهزة التحكم. طبعا أنا عندي كتلة من السائل، عندما يتحول إلى غاز يعطي حجم أكبر، وهذا الحجم أكبر من الغازات يولد كفاءة في أجهزة التحكم، يولد كفاءة في الأداء وكفاءة إيه وقدرة عالية في النظام، نتيجة إنه يعطي نسبة الحجم الوسيط إلى الكتلة عالية. يجب أن تكون نسبة الحجم الوسيط المتبخر لكتلته بسيطة لتقليل الحمولة على الضاغط. يعني إنه هو الحجم أكبر يتحول إلى غازات، لكن لا يزيد من كتلته حتى لا يسبب حمولة زائدة على النظام، وخصوصا على الضاغط، لأنه هو القلب النابض في النظام التبريد، وبالتالي عندما يتحول من صورة لصورة أخرى لا يؤثر على الكتلة العامة لهذا السائل، مما يسبب مشاكل في الضاغط. يجب أن تكون الحرارة الكامنة للوسيط عالية، ليعطي ذلك درجة أفضل من التبريد لكل كيلو من البخار يتم ضغطه. طبعا قصتنا كلها مع الحرارة الكامنة،
هي الحرارة. قديش بعطينا كيلو جول لكل كيلو غرام. إذا كل ما زاد كيلو جول لكل كيلو غرام تزداد الكفاءة وتزداد أداء هذا النظام. وإحنا قصتنا كلها زي ما حكينا في المحاضرة السابقة هي عبارة عن دلتا اتش، اللي هي كمية اللي هي كيلو جول لكل كيلو غرام. كل ما زاد كيلو جول لكل كيلو غرام كل ما كانت الكفاءة والأداء أفضل، خصوصا ار اي أداء النظام، والكفاءة سي او بي عبارة لها علاقة مباشرة في الار اي. الفرق بين الضغط في المكثف والمبخر يجب أن يكون قليلا لتسهيل عملية الانضغاط على الضاغط وبالتالي إلى ارتفاع كفاءته. طبعا احنا عارفين احنا يوجد اللي هو صمام الحرارة ما بين المكثف وما بين المبخر للضبط اللي هو الضغط، حتى يصبح الضغط متقارب أو يتحمل المبخر الضغط المكثف. والمهم في هذا الموضوع أنه الوسائط التبريد لا تولد ضغوطات زائدة نتيجة لتغيير حالتها أو نتيجة للتبادل الحراري. عندما يكون التبادل الحراري زي ما احنا عارفين، عندما يكون الضغط كونستانت ثابت وبالتالي يحدث عملية التبادل الحراري، لا نريد اختلافات في الضغط وهذا يؤثر على كفاءته. من المستحسن أن يكون الضغط في دائرة تبريد الثلاجة مثلا أعلى بقليل من الضغط الجوي. ليش؟ لتفادي تسرب الهواء إلى الداخل الدائرة، كما أنه تتم المقارنة بين وسائط التبريد المختلفة في صناعة التبريد على أساس عملها بين درجتي حرارة اللي هو 30 وناقص 15. المهم أنه إحنا عارفين أن هذا النظام نظام مغلق، محكم الإغلاق. إيش يعني محكم الإغلاق؟ أنه غير متصل مباشر مع الوسط الخارجي، مع الهواء الخارجي، تمام؟ نتيجة لذلك ليش احنا؟ عشان ما تدخلش رطوبة إلى وسيط التبريد، ونتيجة عدم دخول الهواء إلى وسائط التبريد، وبالتالي احنا بنحافظ على وسيط التبريد داخل دائرة مغلقة دون أن يتصل بالوسط الخارجي. وبالتالي يجب أن يكون الضغط الجوي، الضغط داخل النظام أعلى قليلا من الضغط الخارجي، وبالتالي لا يسمح بدخول أي مكونات هوائية من الخارج إلى الداخل. لكن لو حصل تسريب يحدث العكس اللي هو تسريب من داخل النظام إلى الخارج. تصنف وسائط التبريد إلى ثلاث مجموعات. طبعا وسائط التبريد أنواعها مختلفة، وكل وسيط تبريد له خصائصه الحرارية والفيزيائية والكيميائية تختلف عن بعضها البعض. وهنشوف أمثلة وهنشوف خصائصها، خصائص كل منها، عشان نعرف في تصنيفات عامة لهذه الوسائط التبريد، ومنها اللي هو الوسائط الأكثر أماناً اللي التي لا يحدث فيها انفجارات أو حرائق أو اشتعالات، وهي تعتبر الأكثر أماناً، مثل الهالوكربونات عائلة الفريونات بأكملها القديمة، منها زي الآر 12 وآر 22 وفي الآر 502، تمام. وهذه الصورة توضح اللي هو غاز 22، وهذا اللون مخصص لهذا النوع من الوسائط اللي هو آر 22. المجموعة الثانية لجروب 2 السامة ولحد ما قابلة للاشتعال. عشان نعرف كيف نستخدم هذه الوسائط التبريد يجب معرفة الخصائص، هذه مهمة جدا، أنه أنا في حالة التسريب أنه هذه المادة سامة، لكن قد تكون خصائصها الحرارية أفضل من الجروب الأول اللي هو أكثر أمانا. قد تكون خصائصها الحرارية هان أفضل من المجموعة السابقة، تمام. لكن لازم المتخصص الفني يعلم أن هذه المواد قابلة للاشتعال، هذه المواد قابلة للاشتعال، تمام. مثل الآر 40 والآر 764 اللي هو السيلفر ديوكسيد، تمام. وهي اللون الخاص مثلا الآر 40، عشان تعرف أن كل نوع من أنواع الوسائط التبريد لها لون، الجرة خاصة بلون، كل وسيط تبريد خاص له بلون، عشان المهندسين والفنيين ما يتلخبطوش بين
أنواعها المختلفة، لأنه في مشاكل لو صار فيها لخبطة هذا أكثر أمانا، هذا قابل للاشتعال، عشان هيك بتم وضع ألوان مخصصة لكل نوع من هذه الأنواع، والمهندسين يجب أن يكونوا ذو دراية أو معرفة بكل لون من هذه الألوان. المجموعة الثالثة وهي مجموعة وسائل تبريد قابلة إلى الاشتعال خطرة، مثل اللي هو إيه البروبان، الآر 290 والآر 170، هذه مواد تستخدم أيضا للتبريد، لكن هذه المواد خطرة زي الآر 170، هذا المواد خطرة، غازات خطرة قابلة للاشتعال، زي ما انتم شايفين هذه إشارة تحدد أن هذه المواد خطرة قابلة للاشتعال، زي ما انتم شايفين هذه في إدارة المخاطر تحدد هذه العلامات لتوضيح أن هذه المواد خطرة، حتى عند تحميل هذه المواد داخل السيارات أو الشاحنات توضع هذه الإشارات لنوضح للجميع أنه يحمل مواد خطرة ضمن هذه التعليمات وهذه الإشارات. وسائط التبريد الأولية، أيضا نقسم وسائط التبريد إلى أقسام أخرى، منها البرايمري وسائط تبريد أولية مثل الآر 12. طبعا في ناس بتقسم وسائط التبريد إلى المجموعات الأولى والثانية والثالثة، وفي ناس بتقسم وسائط التبريد إلى قسمين تاني، أنواع أخرى، وسائط أولية ووسائط ثانوية. تمام، البرايمري هذه وسائط تبريد مثل الآر 12 والآر 502 وتسمى بوسائط التبريد الأولية، لأنها تغير حالتها عند اكتساب أو فقدان الحرارة، زي ما انتم شايفين هذه الألوان خاصة للآر 12 وال502، أنواع أخرى من هذه الغازات بناء على التصنيف هذا. في عندنا وسائط التبريد الثانوية، هذه وسائط التبريد الثانوية أكثر استعمالا، مثل الماء وكلوريد الكالسيوم والمحاليل الملحية والإيثيلين والميثانول والجليسرين، هذه أنواع تستخدم أيضا. هتقول لي طبعا كيف ممكن استخدام الوسائط التبريد الأولية، هي معروفة هي الفريونات بأنواعها. الوسائط التبريد الثانوية عبارة عن محاليل جليسرين وميثانول وإيثيلين. هنلاحظ أنه هذا المجسم أو هذا النظام السيستم يوضح كيف ممكن استخدام البرايمري والسكندري اللي هو بالنسبة للوسائط التبريد. هنلاحظ أنه هذا النظام أساسي للتبريد، عبارة عن كمبريسر وصمام ومكثف، هذا للتبريد، وهذا هو المبخر او الفريزر. احنا محتاجين للمكثف وسيط اخر لتبريده، هذا الوسيط قد يستخدم اللي هو نظام ثانوي للتبريد زي ما انتم شايفين سكندري، للنظام عباره قد يكون ميثانول او جليسرين او ماء، يقوم بعمليه تبريد لوسائط التبريد داخل هذا النظام. هنلاحظ انه هذا النظام الاول الاساسي هذا عباره عن نظام تبريد، في داخله قد يكون وسيط تبريد برايمري من هذه الانواع الار 12 ار 502، قد تكون يستخدم داخل هذه المواسير في نظام التبريد اللي احنا شايفينه. هذا نظام اساسي اولي، احنا بنحتاج الى سرعه تبريد اكبر من الهواء الطبيعي زي ما اخذنا في المحاضرات السابقه، وبالتالي احنا ممكن نستخدم السكندري النظام الثانوي في مواد تبريد اخرى. من هذه المواد ممكن نستخدم الماء او كلوريد الكالسيوم او الصوديوم او المحاليل الملحيه او الميثانول في هذا الحوض لزياده سرعه التبريد لوسائط التبريد البرايمري الاساسيه. تمام، هذا نظام يوضح كيف ممكن نستخدم التصنيفين اللي احنا شايفينهم، النظام الاولي والثانوي، في عمليه واحده او في نظام واحد او في سيستم واحد. يعرف وسيط التبريد الأولي بالأحرف R، لاحظت إنه إحنا بنرمز إلهن R في الفريونات بأنواعها متبوعًا بثلاث أعداد، وذلك وفقًا للتسمية التي أطلقت عليها الجمعية الأمريكية لمهندسي التدفئة. هذه الجمعية هي تتخصص في وضع اللي هو الخصائص والأنواع هذه الوسائط وتصنيفاتها وخصائصها بأنواعها المختلفة. يتم تقسيم وسائط التبريد الفريونات إلى طبعا وسائط التبريد الأولية
بتتقسم إلى أنواع تانية، طبعا أنواع جزئية أخرى. إحنا قلنا في عنا وسائط تبريد أولية ووسائط تبريد ثانوية. الوسائط التبريد الأولية تنقسم أيضا إلى أقسام أخرى، تنقسم إلى إيه؟ إلى أقسام أخرى، منها الكلوروفلوروكربونات، يعني فيها كلور وفيها فلور وفيها كربونات، تمام؟ وتتكون من كربون وفلور وكلور، لكن ما فيش فيها بدون هيدروجينات، مثل الـ R11 و12 والـ R114، تمام؟ في نوع تاني الهيدرو، هيدرو يعني فيها إيه؟ فيها هيدروجين وكلورو وفلوروكربونات، وهتتكون من كربون وفلور وكلور وهيدروجين، مثل الـ 123 R والـ R22. وفي نوع ثالث اللي هو الهيدروفلوروكربونات الـ HFCs، وهي التي تكون خالية من ذرات الكلور، وهذا المهم، أن تكون خالية من ذرات الكلور وهي تكون صديقة للبيئة. هذه الغازات تكون صديقة للبيئة، اللي هي R134a تكون صديقة إيه للبيئة. في وسائط مركبة تكون مزيج من أنواع مختلفة من هذه الوسائط، تكون مزيج ولها استخداماتها الخاصة بها. ليش بيكون مزيج؟ حتى نستفيد من الخصائص الحرارية المختلفة أو الخصائص الفيزيائية للاستفادة في تطوير نظام تبريد معين من الأنظمة الموجودة. التركيب الكيميائي لوسائط التبريد، احنا بنلاحظ من نلاقي R22 R11، ما المقصود بهذه الأرقام؟ الرقم الأول، الرقم الأول هو عدد ذرات الكربون ناقص واحد، الأصل يعني عدد ذرات الكربون ناقص واحد عندما يتم وضعه. وفي حالة عائلة الفريونات R11 R22 الرقم الأول صفر، مش موجود. طبعا في الأصل أنه يتكون الرقم من ثلاث أرقام، لكن الرقم الأول قد يكون صفر فلذلك لا يكتب، تمام؟ قد يكون صفر فما يكتبوش صفر، يعني الأصل يكون R011 R022، فبكون الرقم الأول صفر. حتى نعرف تركيبه الكيميائي نقول أنه عدد ذرات الكربون يساوي الرقم الأول اللي هو محذوف اللي هو أصل صفر زائد واحد، لازم يكون في كربون، تمام؟ الرقم الثاني، رقم تاني، عدد ذرات الهيدروجين ناقص واحد، عدد ذرات الهيدروجين ناقص واحد، يعني بيكون الرقم الثاني للآر هذا هيو آر واحد، هذا الرقم الثاني، هنا صفر، احنا حكينا هنا صفر، هذا واحد، هذا الرقم الثاني، عدد ذرات الهيدروجين ناقص واحد، يعني عدد ذرات الهيدروجين واحد ناقص واحد صفر، ما فيش عندنا هيدروجين، تمام. الرقم الثالث عدد ذرات الفلور، يعني رقم كما هو الثالث هذا عدد ذرات الفلور. إذا تبقى رابطة من عدد الروابط الموجودة بكون هذا عدد ذرات الكلور. تعال نشوف مثال عشان نوضح. الفريون 12 هو عبارة عن الرقم الأول صفر، نقول صفر زائد واحد، هي ذرات الكربون تكون موجودة، تمام، نرسمها. الرقم الثاني، الرقم الثاني عدد ذرات الهيدروجين ناقص واحد صفر، يعني واحد ناقص واحد صفر. الرقم الثالث واضح اللي هو 2، هذا واضح عدد ذرات الفلور، فبروح نرسم الفلور اي واحده رابطه هي الثانيه، واحنا عارفين الروابط اربعه بتكون، اذا في 2 موجودات بكون هن ايه؟ هن الكلور، هن الكلور، هكذا بتكون هذا هو المقصود في رقم اللي هو R12. شوف مثال اخر، فريون 22 الرقم الأول مش موجود، لازم يكون ثلاث أرقام، الرقم الأول مش موجود، إذا بيكون زيرو صفر، عدد ذرات الكربون زائد واحد هي بيكون واحد. الرقم الثاني عدد ذرات الهيدروجين ناقص واحد، يعني 2 ناقص واحد واحد هي رسمناه. الرقم الثالث الاثنين هنا عدد ذرات الفلور هي، ما تبقى من رابطة بيكون هو إيه؟ الكلور. مثال آخر، مثال آخر، عندنا إيه؟ فريون 11 عدد ذرات الكربون
اللي هو الرقم الأول اللي هو المحذوف 0 بنقول زائد 1. إذا في عنا زائد 1 كربون، هاي رسمناه. الثاني عدد ذرات الهيدروجين ناقص 1، مش عنا هيدروجين. الرقم الثالث الموجود اللي هو الفلورو، إذا بيكون في عنا ثلاث روابط لإيه؟ للكلور. وهذا عشان هيك الفريون خطير جدا على البيئة، لأنه يحتوي على ثلاث روابط أو ثلاث جزيئات من أو ذرات كلور، وهو مادة خطرة على البيئة، وبالتالي في حظر على استخدامه وعلى تصنيعه. وسائط تبريد غير عضوية، وهذا نوع آخر من وسائط التبريد، تأخذ أيضا رقم R أو حرف R، لكن يطلق عليها وسائط تبريد غير عضوية. تتميز برقم، هذه الوسائط عشان ما تلخبطش بينها وبين البرايمري الأولي، بنحط لها رقم 700، يعني بكون R 700. السفرين التانيات بكونوا أرقام بتعلق بنوع التوسيط التبريد العضوي، نوعه بيكون نوع الوسيط التبريد. إذا إحنا شفنا R 700 بيكون هذا وسيط تبريد غير عضوي. كيف عرفنا؟ من ال 700 R 700. طب إيش نوع هذا وسيط التبريد؟ نعرفه من الصفرين أو من الرقمين اللي بيجي تعود ال 700 التانيات. وكيف بتم تحديد الرقمين هذول؟ من الوزن الجزيئي للتركيب الكيميائي لوسيط التبريد الغير عضوي، مثل النشادر، الأمونيا، وهي مادة خطرة قابلة للانفجار، هذه المادة خطرة والتعامل معها خطر، تمام؟ لكن الخصائص الحرارية للنشادر والأمونيا عالية جدا، وبالتالي تستخدم في مستودعات التبريد أو مستودعات التخزين المواد الغذائية لفترات زمنية طويلة، لكن عند استخدامها يتطلب الحذر الشديد، وأن النظام لا يخضع للتسريب هذه المواد لأنه خطر التعامل معها، وتم تسريبها هي مادة خطرة سامة في نفس الوقت قابلة للانفجار. وحنشوف خصائصها فيما بعد المحاضرة القادمة إن شاء الله. هنلاحظ أن نشاط الأمونيا الوزن الجزيئي للأمونيا في عندنا الآن والH3 تمام. الوزن الجزيئي إلى الهيدروجين 1 مضروب في 3 3، والآن 14، إذا المجموع 17. يعني لما نشوف 717 نعرف أن هذه أمونيا، نعرف أن هذه نشادر. لما نقول 717 نشادر أمونيا، هذا الكود تبعها، تمام، النيتروجين والهيدروجين. ثاني أكسيد الكربون مادة غير عضوية CO2 ديوكسيد كربون. هنلاحظ أن الـ O الوزن الجزيئي له للأكسجين 16 في 2، والـ C كربون 12 مجموعهم 44. يعني لما نقول R 744 بكون هو ثاني أكسيد الكربون، ويخزن في جراء في جراء زي ما انتم شايفين محكمة الإغلاق، وبنكتب عليها كربون ديوكسيد R744، وبنحط عليها تعليمات الاستخدام والخطورة التابعة لهذا الغاز وكيفية استخدامه بشكل آمن دون أي مخاطرة. الوسائط التبريد بشكل عام، كل وسيط تبريد له لون مخصص أو محدد له، كما أن اسطوانات التبريد تحفظ، وسيط التبريد فيها تعرف كل اسطوانة وسيط تبريد معين بلون معين لتسهيل معرفة نوعية وسائط التبريد الذي تحتويه الاسطوانة، تمام؟ وهذا الجدول يوضح التركيب الكيميائي لبعض وسائط التبريد المستعملة مع بيان لون الاسطوانة الذي يحفظ فيه ذلك الوسيط، تمام. هنلاحظ مثلا ان الR11 وهي الصيغة الكيميائية تبعته، تمام،
فانه اللون المميز له البرتقالي، عشان هيك المهندسين والفنيين بيعرفوا انه الجره البرتقاليه خاصه بار 11. الار 12 يتميز باللون الابيض، الار 13 يتميز باللون الازرق، وهكذا الار 134A اللي هو الارجوان، لانه هذا صديق للبيئه معروف بهذا اللون، والار 22 لون اخضر في الجرين، والار 40 احنا شفناه قبل شويه مش محدد له لون، ار 502 احمر بنفسجي، وهكذا ار 717 فضي الامونيا، فضي هان ماده خطره، عشان هيك هذا اللون الفضي يجب ان تراعي انه هذه الجره وهذا الغاز خطر التعامل معه. هنلاحظ الوان مختلفه كما تشاهدون، هذا ال 407 لون، وهي 410 و417 و404، كل نوع من هذه الانواع، كل نوع من هذه الانواع لها لون خاص، كل وسيط تبريد له لون خاص به معروف من خلال الكود الخاص به، ومعروف دوليا بهذه الالوان دوليا، انه مش كل دوله ولها لون خاص بها، لا دوليا تعرف هذه الخصائص او هذه الالوان لوسائط التبريد، وهو ما يميز هذا الوسيط التبريد حتى يسهل عمليه استخدامه او الاستخدام الامن لوسائط التبريد. الخصائص الحراريه لوسائط التبريد، عشان نعرف انه هذه الخصائص الحراريه مهمه جدا، انا عشان اصمم نظام تبريد يجب ان احدد الوسيط التبريد المناسب لهذا النظام بناء على البروده المطلوبه داخل الفريزر او المستودعات التبريد، حتى احدد نوع هذا الوسيط التبريد انا بلزمني اعرف بعض من خصائص الحراريه المستخدمه او الخاصه بهذا الوسيط التبريد، من ضمنها درجه الحراره والضغط، لمين؟ لوسيط التبريد. هنلاحظ انه اهم شيء عندنا في خلال من هذه الخصائص الحراريه درجه الغليان، يعني على سبيل المثال ار 11 يغلي عند 23 درجه، الار 12 يغلي عند ناقص 29، لاحظ ان ار 34A اللي هو صديق للبيئه ناقص 26، لاحظ ان ار 22 ناقص 40، والامونيا الار 717 ناقص 33، وهذا يوضح الخصائص الحراريه وكيفيه استخدامها، وكل ما كان درجه الغليان اقل من الصفر، وكل ما كان اقل بشكل اكبر مثل ناقص 40 ناقص 33، كل ما او ناقص اللي هو ار 13 ناقص 81، كل ما كان اللي هو الطاقه الحراريه او البروده المنتقله من خلاله عاليه جدا، وبالتالي قد يستخدم في كل منها له خصائصه الخاصه به وله استعمالاته الخاصه به بناء على متطلبات التبريد، وبالتالي متطلبات التبريد المطلوبة هي من تحدد طبيعة الغاز وطبيعة الاستخدام وخصائص الأمان الخاصة باستخدامك لهذا الوسيط. تمام، يلاحظ من الجدول على أن الوسيط R13 والذي يستعمل عادة عند درجة حرارة منخفضة في الوحدات المتعاقبة الكاسكاد سيستم ويطلب تفريغا كاملا. إيش يعني الكاسكاد سيستم؟ يعني أن أنا بدخله على عدة مراحل تبريد، يعني بدخل على مستودع أول فثاني فثالث بناء على درجات حرارة مختلفة للتبريد بين ثلاث أربع مستودعات متتابعة أو متعاقبة، حتى نستفيد منه خلال هذه المراحل بناء على متطلبات التبريد المطلوبة للمستودعات أو المخازن المطلوبة أو المخازن الموجود أو المطلوب تبريده. أيضا للتوضيح، هذا الشكل يوضح خصائص مختلفة لوسائط التبريد بانواعها المختلفه، الار 717 الامونيا، وار 134 بالوانها المختلفه، طبعا كله يرمز بلون، في 744 والار 290، لاحظ انه اختلافات عن بعض، اختلافات بالخصائص الحراريه، هنلاحظ انه كل منها له خصائص الحراريه تتغير، بتغير درجه الحراره درجات الحراره
وتغير اللي هو ضغط الغليان لكل منها، وعشان نعرف انهم يختلفن عن بعضهم البعض، وكل منها له استخداماته بناء على المتطلبات التبريد، بناء على متطلبات التبريد. تمام، هنلاحظ مثال اخر عن خصائص الـ R134، وانا هنركز على R134 لانه هو صديق للبيئة. تتغير وساطة التبريد عند تغير الطور او الحالة، وتعطي دائما في جداول كما في الجدول التالي الى الخاص بهذا الفريون، موضح فيه اللي هو درجة حرارة التشبع وضغط التشبع والحجم النوعي في حالة السيولة والغاز، وأيضا الطاقة الإنتالبية. احنا كل شغلنا نتعلق أثناء تغيير الحالة من صورة لصورة أخرى، من سائل الغاز أو غاز السائل، ما هي الطاقة الإنتالبية المتولدة لكل كيلو جرام من هذا الوسيط التبريد. تمام، هنلاحظ الحرارة الكاملة المتولدة متولدة عندما كان ناقص 26 درجة حرارة الوسيط. طب لو كانت ناقص 25 ناقص 24، ماذا يحدث للضغط والحجم النوعي وطاقة الإنتالبية، وطاقة الإنتالبية لكل كيلو والحرارة الكاملة المتولدة أثناء التبادل الحراري باستخدام هذا الوسيط، أيضا كيلو جول لكل كيلو جرام لما كان 26. طب لما كانت 25 بالسالب، لما كانت 24 بالسالب، هنلاحظ أنه كل ما كان قلت درجة الحرارة كل ما كانت اللي هي إيه الطاقة الكامنة أكبر ما يكون، كل ما كانت الطاقة الكامنة أكبر ما يكون. تمام، خاصية الضغط بالنسبة لوساطة التبريد هامة جدا، حيث أن وساطة التبريد تعمل عند ضغوط مرتفعة تحتاج لأجهزة قوية تتحمل ذلك الضغط. طبعا في حالة أن احنا بنزلنا ضغوط عالية مرتفعة بدك تراعي طبيعة هذه المتطلبات، وسيط التبريد ومتطلبات النظام من الناحية الميكانيكية الضغط، وفي نفس الوقت متطلبات اللي هو ايه المطلوبة للتخزين، المطلوبة للحفاظ على المواد الغذائية أو الحفاظ على المكان حسب المتطلبات المطلوبة للتخزين. على سبيل المثال تبريد مكان أو تكييف مكان سكني يختلف عن تخزين مواد غذائية في مستودعات، وبالتالي متطلبات هذا النظام يختلف عن هذا النظام. هذا قد يحتاج إلى ضغوط عالية، لكن بدك تراعي هل وسيط التبريد يتحمل، هل الأجهزة تتحمل الضغط، تتحمل هذا الضغط العالي أم لا. في عندنا التوضيح R744 اللي هو كربون ديوكسيد، بوضح خصائص، هذا من الكود موجود عشان تعرف انه في كودات موجودة ومعروفة دولية لكل وسيط تبريد. هذا الـ R744 هو الـ CO2، بوضح درجة الحرارة والضغط والفوليوم والإنتالبية، كل شيء موضح بالتفاصيل. عندما تختلف درجات الحرارة ماذا يحدث في الضغط، في الحجم، في الإنتالبية، كل شيء موضح بالتفصيل باختلاف درجات الحرارة. لكل وسيط تبريد يوجد له كتالوج خاص به يوضح فيه العمليات والخصائص الحرارية بتغيرها بتغير إيش البارومتر بشكل عام. أيضا هذا الجدول يوضح الفرق ما بين بعض من هذه الوساطات الحرارية، سواء كانت برايمري أو سكندري زي الـ H2O والـ CO2، وضح الخصائص إلهن بالنسبة لدرجات حرارة الغليان والتبريد أو التجمد، بالنسبة للطاقة الكامنة الكريتيكال تمبراتشر الحرجة، درجة الحرارة الحرجة البرشر الحرج، بالنسبة إلهن هنلاحظ إنه في كل وسيط تبريد يختلف عن الآخر بخصائصه. أيضا السبيسيفيك هيت اللي هي السعة الحرارية لكل وسيط تبريد يوضح خصائصه بالكامل، والسي او بي أداؤه في النظام يعني بعض من البيانات موجودة لو كان هذا النظام يستخدم في التبريد. أيضا من الخصائص الحرارية للوسائط التبريد اللي هو الحجم النوعي الـ specific volume، هذا الحجم النوعي
أيضا مهم جدا. ليش؟ عشان نفهم كمية اللي هو البخار المتحولة من كيلو غرام لكل كيلو غرام، قديش اللي هو كمية البخار اللي تم تحويله من السائل. يتم مقارنة حجم النووي لوسائط التبريد عند ناقص 15 درجة تبخير وعند حالة تشبع الغاز. إيش يعني حالة تشبع الغاز؟ ما معنى تشبع الغاز؟ يعني إكس تساوي إيه؟ واحد. وعند خط التشبع الغازي، فاكرين احنا اكس تساوي صفر هو خط التشبع السائل، اكس تساوي واحد خط تشبع ايه الغاز، وينتقل تدريجيا السائل اثناء استخدامه في التبريد في المبخر ما بين اكس زيرو اكس واحد، اي يعني ينتقل تدريجيا ما بين خط التشبع السائل تدريجيا ينتقل الى خط التشبع الغازي. تمام. وهذا الجدول يوضح خصائص حرارية زي الحجم النووي لكل لتر لكل كيلو غرام، بحيث لو استخدمنا في النظام R11 هنلاقيه مثلا 766. عشان هيك R11 صحيح انه هو ضار للبيئة، لكن خصائصه الحرارية كويسة جيدة، 766 لتر لكل كيلو، يعني الطاقة الحرارية المستخدمة في عملية التبادل عالية جدا. بالمقابل R12 91. طيب ال R134، لاحظ ان R134 ايه؟ وهو صديق للبيئة، 120. اذا هو صديق للبيئة لكن كفاءته اقل الحجمية. بالمقابل R11 الكفاءة عالية ولكنه ضار بيئيا، ضار بالبيئة. تمام. لاحظ انه ال R717 الامونيا وهو مادة خطرة ومادة سامة، لاحظ انه 507، لذلك يستخدم في عمليات التبريد في النظم الحرارية الكبيرة، وهم عارفين انه هذه مادة خطرة، في حالة لو صار تسريبها ممكن تؤدي الى مشاكل صحية وبيئية ومشاكل خطرة على المواطنين. تمام. للتوضيح هذا الشكل، للتوضيح هذا الشكل عشان نتذكر انه الاكس زيرو بيكون في خط الاشباع السائل، هذا هو الخط الاشباع السائل. تمام. بالمقابل هذا الخط خط الاشباع الغازي، وانه عملية التبادل الحراري داخل المبخر تنتقل تدريجيا من خط الاشباع السائل إلى خط الإشباع البخار أو الغازي، هذا خط الإشباع عند X تساوي 1، هنا عند X تساوي إيه؟ 1، هنا X تساوي 0، 0، هنا X تساوي 0، وبالتالي عمليات الانتقال الحراري تحدث من خلال عند الضغط ثابت كونستانت، وتحدث عند تنتقل تدريجيا أو يتم تحويل الغاز السائل وسيط التبريد تدريجيا إلى غاز، نتيجة لهذا التحويل إلى غاز في المبخر يتم عملية انتقال البرودة إلى الحيز، إلى المكان، إلى الفريزر، إلى المستودعات. تمام. من خلال المبخر، من خلال المبخر. تمام. وملاحظ تدريجيا أنه الإكس صفر، صفر واحد اثنين ثلاثة أربعة. إيش يعني أربعة للتذكير؟ يعني 40% إيه؟ 40% إيه؟ بخار، و60% سائل. طب 50%، 50% بخار و50% سائل، وهكذا تدريجيا حتى نصل إلى 100% على خط الإشباع الغازي، تكون عندنا 100% بخار على هذا الخط. طب هذه الخطوط في هذه الجهة نصل إلى حاجة تسمى غاز محمص، يعني درجة الحرارة تخطط درجة حرارة ايه الاشباع الغازي، اصبح محمص. عندنا ايضا خاصية مهمة جدا من الخصائص الحرارية اللي هي الحرارة الكامنة او والتأثير التبريدي، نوعين من انواع الخصائص المهمة من الخصائص الحرارية، وتختلف باختلاف نوع وطبيعة كل وسيط عن الآخر. هنلاحظ الحرارة الكامنة قديش احنا بنطلع كيلو جول لكل كيلو غرام من هذا الوسيط،
هنلاحظ ان الار 11195 بالمقابل الار 12 اقل منه، والار 134208 والار 22217. لاحظ انه الار 717 حرارته الكامنه 1311 حراره كامنه، يعني طاقه حراريه ممكن الاستفاده منها من الامونيا، عشان هيك الامونيا تستخدم بشكل كبير في التبريد، ولكن ما هي ماده خطره. بالمقابل تعال نشوف التاثير التبريد الار اي، فاكرينها الار اي احنا جبناها في المحاضرات السابقه 156، فهذا كان ار 11. هنلاحظ انه 117 قلت لحد 12، 146 ايضا اقل من ار 11 في حاله التاثير التبريدي في نظم التبريد. هنلاحظها 349 في الار 40. تعال تشوف الامونيا 1104 تاثير تبريدي ار اي، يعني هذا النظام اداؤه عالي جدا في حاله استخدام اللي هو ايه، استخدام هذا الوسيط اللي هو الامونيا في التبريد. لكن نعيد ونكرر، يجب الحفاظ على الامان على السلامه في حاله استخدام هذا النظام، ان درجه الامان والسلامه يجب ان تكون عاليه منعا للتسريب، منعا لحدوث اي انفجارات او اشتعالات. في حاله استخدام هذا النظام يجب ان يكون الامان اعلى ما يكون. المعدل السريان ايضا، معدل سريان وسيط التبريد لكل دقيقه ايضا موجود بحسابات تم حساباتها لكل نظام على حده، وبالتالي نحن المهندسين او الفنيين او التقنيين تؤخذ في الاعتبار عند تجميع نظام تبريد او مخازن تبريد هذه الخصائص، ويتم استخدامها بناء على اسس ومتطلبات يتم حسابها بشكل جيد. بالمقابل هاي نظام للتسجيل ايضا، هذا النظام نظام تبريد او مكونات لنظام تبريد بسيط، تمام. زي ما احنا شايفين انه عمليات التبادل الحراري تحدث عند الضغط ثابت، سواء كانت في المكثف او كانت وين في المبخر. في حاله المكثف، يتم فقد الحراره من داخل وسيط التبريد، يتم طرده للخارج. قد نستخدم مروحه، قد نستخدم وسيط تبريد ثانوي زي ما احنا شفنا في اول المحاضره للمساعده في تبريد وسائط التبريد. ليش؟ بتدخل من هان بخار او غاز، لازم ارجاعه لحالته الاولى السائله، يجب ارجاعه لحالته الاولى السائله من خلال عمليات التبريد والانتقال الحراري من داخل هذا الوسيط الى خارج هذا النظام. نستخدم وسائط تبريد ثانويه او نستخدم المراوح الميكانيكيه لزياده سرعه التبريد في هذا المكثف. طبعا يتم ضبط الضغط لأن الضغط عالي جدا، لأنه عمليات التبريد تحدث من خلال حاجتين مهمان، زيادة الضغط داخل هذا النظام مع سرعة العملية نفسها من خلال استخدام نظام ميكانيكي لزيادة سرعة التبريد أو وسائل تبريد ثانوية لتبريد هذا الوسيط. ومن ثم يتم ضبط عملية الضغط العالي في المكثف مع المبخر من خلال ايش؟ من خلال اللي هو الفالف، الصمام الحراري. هذا الصمام الحراري صمام حنفية، بيتم ضبط الضغط بما يتناسب مع ضغط البخار، يعني المكثف ضغطه اعلى من ضغط المبخر، ويتم ضبطه من خلال ايه؟ من خلال الصمام، تمام. واحنا عارفين على الخرائط، احنا عارفين انه هذا الخط يعمل عند تساوي الانتالبيا، او عندما يكون انتالبيا تساوي كونستانت ثابت، تمام. هذا خط عمل الفالف عند ثبوت الانتالبيا. خط عمليات التبادل الحراري في المكثف والمبخر تحدث عند ثبوت الضغط، تحدث عند ايه؟ ثبوت الضغط. يجب أن تحفظ هذه المعلومة، أن التبادل الحراري في النظام المثالي يحدث عند ثبوت الضغط، يعني هنا بي تساوي ثابت. يعني نلاحظ أن الخط هذا عند خطوط الضغط هنلاقيه عمودي مباشر على خط الضغط، يعني أنه خطوط ثابتة، تمام.
الار اي اللي احنا شفناها في الخصائص الحراريه تحدث ما بين دلتا اتش، دلتا اتش اللي ها ما بين هذه النقطه وهذه النقطه، نوجد الار اي بتساوي دلتا اتش انتال بي هان ناقص الانتال بي هان، تكون خطوط الانتال في الخرائط تحت. تمام، لاحظ انه احنا بتدخل اللي هو الوسيط المبرد من المكتف، قد يكون في الاغلب هو بيكون ايه سائل مع جزء بسيط من بيكون بخار. تمام، فيتم ادخاله ضمن عمليات تبريد. هذه عمليات التبريد تنقل البرودة داخل الفريزر، تنقل البرودة داخل حيز التبريد، تنقل البرودة داخل المستودعات. فنتيجة أن هذا الانتقال البرودة أو انتقال الحراري يتحول السائل الليكويد هذا يتحول تدريجيا إلى إيه؟ إلى بخار، حتى يخرج بخار تقريبا 100%. تمام، وين يخرج؟ يخرج على خط الإشباع، على خط الإشباع إيه؟ يخرج على خط الإشباع الغازي. هذا خط الإشباع الغازي عند X تساوي 1، عند X تساوي 1 يكون هذا الخط عند هذه النقطة، هذا الخط الإشباع الغازي يكون عند هذه النقطة، عشان هيك هنا بيكون يسموه بخار المشبع. هنا يكون أقرب عند السائل، السائل المشبع زي ما أنتم شايفين، هذه النقطة عند سائل المشبع، وهي تكون عند هذا الخط، هذا يسموه خط الإشباع السائل، يكون عند خط إشباع إيه؟ السائل عند هذا الخط، ويكون عند X تساوي إيه؟ 0، عند هذا النقطة تكون X تساوي 0، عند هذا النقطة X تساوي 1، وإحنا عارفين X هو معامل الجفاف. ما هو معامل الجفاف؟ قديش إحنا بنحول من كيلوغرام من وسيط التبريد لبخار، عند X تساوي 1 تحول 100% لبخار، عند X تساوي 0 فيش شيء يتحول لبخار، هو كله سائل، وتدريجيا ينتقل في هذه العملية، تدريجيا ينتقل من X تساوي 0 وصولا ل X تساوي 1. إيش يعني 1؟ يعني X تساوي 100% بخار، X تساوي 0 يعني 100% سائل، يعني بخار 0 لكن سائل إيه؟ 100%. نتيجة هذا التبادل الحراري تتغير حالة النظام، يتغير وضع وسيط التبريد، يتغير سائل التبريد تدريجيا حالتهم من السائل الى ايه؟ الى البخار، من السائل للبخار. هذا التغير اللي تحصل تحدث عمليه اللي هو ايه؟ التبادل الحراري، يحدث انه نحن نحصل على البروده داخل هذا النظام، نحصل على المتطلبات المطلوبه للتبريد في المستودعات، وبالتالي احنا هيك بدينا نفهم خرائط الوساط التبريد وكيف احنا نتحرك من خلالها ضمن اربع عمليات، عمليات المكتف والمبخر والصمام الضبط، واللي هو الجزء الاخير اللي هو الضاغط، الضاغط اللي هو الصندوق الاسود الموجود في الثلاجه في الاسفل، هذا بسموه الكمبريسر، هذا الكمبريسر هو القلب النابض اللي بيحرك النظام كله داخل هذه المواسير، بشفط الغاز من هان وبضخه الى المكتف، حيث يتم تبريد السائل وارجاعه الى حالته الاولى. هذه العمليه ضمن محكمه الغلق، هذا الغاز اللي بيتحرك داخل هذه المواسير مغلقه لا غير متصله مع الوسط الخارجي الا من خلال الشبكه نفسها، المواسير انتقال حراري، وبالتالي هذا النظام محكم الغلق. ليش؟ حتى يتم التحكم فيه بسهوله والحفاظ على الماده الداخليه المستخدمه في التبادل الحراري من الرطوبه، والحفاظ عليها من التسريب، وفي نفس الوقت هذه المادة ليست رخيصة السعر لكنها لذلك يجب الحفاظ عليها. وبعض هذه الوسائط التبريد، وسائط التبريد خطرة سامة زي ما احنا شفنا من أنواع وسائط التبريد الأولية، منها وسائط مشتعلة، وسائط قابلة للانفجار، ووسائط سامة، لذلك يجب أن تكون هذا النظام مغلق محكم الغلق حتى نمنع أي خطر على المحيط بهذا النظام، المحيط بهذا النظام. اليوم بكون احنا انهينا محاضرتنا، الجزء الاول من الفصل الثالث، ان اللقاء قريب في الجزء الثاني لاستكمال الخصائص الفيزيائيه لوسائط التبريد، نتعرف اكثر على هذه الوسائط بشكل اكبر حتى نستطيع ان نوصل الفكره كامله عن وسائط التبريد
المستخدمة في النظم، التبريد بناء على المتطلبات التبريد المطلوبة، وبناء على المتطلبات الميكانيكية اللي احنا نضبط فيها متطلبات التبريد بشكل كامل.